كورس ال 3D Max من شركة Creative Group المعتمد من شركة Autodesk العالمية، معاكم بسنت تمام. طيب في الفيديو النهاردة هنتكلم عن ال Editable Poly. ايه هو ال Editable Poly؟ ده اخر جزء معانا في المودلين. ال Editable Poly ده عبارة عن قطعة يبقى شكله زي الصلصال، بيبقى فيه سهل في التشكيل، مرن وسهل التشكيل فيه. طيب يعني ايه سهل التشكيل فيه؟ يعني انا ممكن كده اجيب اي اوبجكت عندي، ومن البوكس ده، انا البوكس ده محددني في عملية الشغل بتاعتي، بمعنى ان انا هو ده بوكس ومش هعرف اتحكم فيه غير بمجموعة من الموديفايرز، من الاف اف دي بال، وهو ده ممكن اكتر حاجة الفري فورم ترانسفورميشن اللي اقدر احرك فيه. طيب بشكل زي ده فهبدأ امسك الكنترول بوينت بتاعتي، ومن هنا اقدر اتعامل ايه معاه. طيب ليه ما بتحركش؟ عشان ما عنديش سيجمنت. لما اجي احقق هنا ال اف اف دي، ده اخر حاجة اقدر اتحكم فيها او بالشكل ده بالموديفايرز اللي مسموح عندي. طيب لكن ال ادب والبولي، انا هنا ببدأ اخد الاوبجكت بتاعي ده، ممكن ما بقاش محتاجة السيجمنت، واحوله لادب بولي. ليه؟ اقدر بعد كده احول واحط عليها سيجمنتس زي ما انا عايزه. طيب ده على امتى؟ على حسب احتياجي للموديل بتاعي، انا محتاجه دلوقتي احط سيجمنتس ولا لا. طيب فانا بحول الشكل بتاعي ده ازاي؟ هاجي هنا الشكل بتاعي ده هحوله رايت كليك convert to edit poly. كده هو دلوقتي البوكس ده فقط كل خواص البوكس البارامترز بتاعته، لا بقى هعرف ازود اللينث ولا الوات ولا الهايت، لكن اتحول لايه؟ لاوبجكت جديد خالص بقى اسمه editable poly. طيب لو جينا ضغطنا هنا هلاقي جوه الاديتبل بولي مجموعه من الحاجات اللي ممكن، الخواص اللي اقدر اشتغل فيها بمين على الاديتبل بولي. هلاقي زي ما اتفقنا اكيد الفيرتكس يعني البوينتس، هلاقي الادج عندي اللي هو بيعدل لي السيجمنتس، هلاقي بوردر، بوليجونز اللي هي السيرفيسز بتاعتي، والمنت اقدر السلكت بتاعي اختاره من هنا. طيب تعالوا نمسك كده، يعني انا اقدر من الادج بولي ابدا احرك الشيبس بتاع الفيرتيز بتاعتي بالشكل ده، واقدر اغير في الشكل بتاعه. طيب هلاقي ان انا دي طريقة السلكشن بتاعتي، ان انا عندي كل حاجة ببدأ اختارها من هنا. vertex هيجيب لي هنا edit vertices، edge هلاقي edit edges، border edit borders، وهكذا. طيب واحدة واحدة، اول حاجة عندي السلكشن، ان انا اقدر اعمل السلكت بتاعي ازاي. طب لو انا جينا جبنا بوكس بالشكل ده واعتبر ان عليه مجموعة من السيجمنت، وهحوله طبعا انا بقلل الكوردينيتس بتاعتي بالشكل بتاع ده من بلس وماينس من الكيبورد. واجي هنا اخش على الفيرتيز، هتعامل على ده دلوقتي اللي حطينا عليه سيجمنت. طب انا عايزه اعمل سيلكشن على مجموعه من الفيرتكس اللي عندي هنا، فباجي اخش على ده وابدا اقول له انا عايزه امسك المجموعه الفيرتسيز اللي هنا، المجموعه دي. انا هنا كده عملت سيلكشن على الجزء ده. طب لو جينا نلف المجموعه البوكس بتاعي ده هلاقيه مسك من الوشين اللي قصاد بعض، يعني هلاقيه مسك في الفرونت وفين والباك.
الاقي في الباك والايه والفرونت. طب لو انا عايزه امسك من فيو واحد بس او سايد واحد بس، فهاجي هنا واقول له خلاص ignore الباك فيسنج، فابدأ اعمل ignore back facing واختار السلكشن على مجموعة الفيرتسيز اللي عندي، وارجع هنا مرة تانية البرسبكتيف، هلاقيه فعلا بدأ يعمل لي ايه، عمل سلكشن بس على ناحية واحدة او بالشكل ده. هنا ايه، ممسكش الناحية التانية. دي كانت طريقة ان انا ازاي اختار ان انا اعمل السلكشن بتاعي، او هو ده السلكشن. طب لو انا مسكت النقطة دي او الفيرتكس دي وعايزة ابدأ امسك اللي حواليه، هلاقي عندي في جرو بيبدأ ياخد اللي حوالين النقطة بتاعتي، في جرو 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 لحد ما اوصل للجزء اللي انا عايزاه. طب لو انا عايزة اختار السلكشن ده، فعندي طريقة تانية من السلكشن، هلاقي الريكتانجلر سلكشن، لو ضغطنا عليها بلفت كليك شوية كده هلاقي عندي السيركلر، وهلاقي عندي الفنس سيلكشن، ان انا بعمل الفنس بتاعي وابدأ اسيلكت بيه، هلاقي عندي اللي هو اللاسو، هلاقي اهم حاجة عندي بالنسبة لي هو السبراي. السبراي ده بيعمل ايه؟ باجي هنا، ده اللي بتعامل فيه بالنسبة لمين، لو انا عايزة امسك جزء معين فببدأ اشتغل بالسبراي. طيب دي طريقة للسلكشن بتاعتي، اللي ازاي ان انا بقدر اعمل سلكت عن الفيرتكس بتاعتي. بعد كده هخش على الاديت فيرتسيز، اقدر امسك النقطة دي واعمل لها ريموف. طيب انا هنا مسحت نقطه، فشل لي الادجز اللي حواليها او السيجمنتس اللي حواليها. طيب هل انا لو جيت مسكت البوينت دي او الفيرتكس دي وجيت عملت ديليت من على الكيبورد، في فرق ان انا اعمل ريموف وان انا اعمل ديليت من على الكيبورد؟ طبعا الفرق ان انا هنا بدا يجيب لي ايه، فتح لي، ده مش مسح بس النقطه، ده مسح كمان السيرفيسز اللي حواليها، البوليجونز اللي حواليها. طب لو انا مش كل شويه هخش واعمل ريموف من هنا، ممكن اعمل ديليت من فين؟ من باك سبيس اللي على الكيبورد. باك سبيس بيبدا يمسح لي او بيعمل لي ريموف للايه، للفيرتكس بدون ايه ما امسح البوليجونز اللي حواليها. ممكن اجي امسك البوينت الفيرتكس دي واجي اعمل لها بريك. طيب ايه بريك ده بيعمل ايه؟ لو جينا مسكنا النقطة دي هلاقي ان هو ايه، فتحها خلاص. ممكن اكون انا عايزة افتح النقطة بتاعتي دي. طب لو انا عايزة ارجعها مرة تانية، خلاص زي ما كنا بنعمل في الاسبيلاين، بمسك التو فيرتسيز دول وابدأ اعمل لهم ويلد. طب اجي اعمل ويلد من هنا، لا، هلاقي جنب في مجموعة من الايكونز، هلاقي جنبها ايكون سيتنجز، هضغط على السيتنجز وابدا اقول له انا عايزه اقفل النقطتين دي، فهزود السبيس بتاعي لحد ما يقفل، وابدا اقول له ايه اوكي. هلاقي ان انا ممكن اعمل اوكي ابلاي، اوكي بعد ابلاي ممكن اد، لو انا عايزه عندي واحده تانية مفتوحه فعايزه ابدا اقفلها، يا اما بكنسل اللي انا عملته. طبعا انا عايزه اقفلها فهبدا اقول له ويلد وابلاي. هلاقي ان انا عندي كمان من المجموعة اللي عندي، هلاقي ان انا ممكن امسك البوينت دي وابدأ اعمل لها، او ممكن نمسك النقطة دي واعمل لها اكسترود. اجي امسك اكسترود انا، لا، هعمل اكسترود من هنا، هلاقي ايه جوه كل موديفاي جوه دي، مجموعة موديفايرز موجودة جوه الادت بول. هلاقي جوه الاكسترود عندي جوه في مجموعه من الاوبشنز، هلاقي ايه اللي موجود. اول حاجه كميه او الاماونت اوف الاكسترود بتاعي، الاكستروجن بتاعي قد ايه. طيب امال ايه اللي بعدها دي، هلاقي ان انا لما عملت اكسترود مسك لي ايه، نقطه هنا ونقطه هنا ونقطه هنا، صح؟ طب ونقطه هنا،
عايزة اوسع المسافة بتاعت الاكستروجن بتاعتي، فهتبقى توصل للنقطة دي لاخر المسافة توصل لها، والنقطة دي والنقطة دي والنقطة دي، فانا بوسع بعمل وايد للاكستروجن بتاعي لحد اول نقطتي قبلها، وبعد كده بيقف الاكستروجن بتاعي. لو عملت اد فهيبدأ الفيس اللي قدامي ده كمان هو ايه يأكسترود، يعني لو جينا عملنا ابلاي فهيبدأ ايه يأبلاي فوقي. شكله طبعا لو جيت عملت للنقطة دي مرة تانية اكسترود فهيعمل اكسترود لاخر قيمة انا كنت عاملاها بالشكل ده. طبعا ممكن امسك اكتر من فيرتكس كنترول وابدأ اكسترود مرة. ده بالنسبة للاكسترود. طيب هلاقي في حاجة تانية كمان في تشامفر. ايه التشامفر ده؟ فانا ان انا ببدأ اديت اللي هو الادجز بتاعتي او الكورنرز بتاعتي او اي جزء او مكان عندي حابة ان انا اعمل له تشامفر، حاجة اقول له تشامفر. ايه اللي بيظهر عندي؟ بيبدأ يديني في التشامفر هنا الادج بتاعي بالمنظر ده اللي هو المقطوع ده مشطوف، وابدأ هنا ازود التشامفر. طب هيوصل التشامفر اللي فين؟ لحد النقطة دي ما توصل لأول نقطة هتقابلها، والنقطة دي والنقطة دي تقابل النقطة اللي كده. ده بقى اخر حاجة للتشامفر بتاعي. طيب جوه التشامفر ده انا عايزة افتح السيرفيس دي، فباجي هنا ممكن اعمل ايه؟ اوبن التشامفر، هقفلها او افتحها. انا كده ما دلتهاش لكن انا فتحتها بس او قفلتها. ده كان بالنسبة لأهم نقط موجودة عندي جوه الفيرتكس اللي أنا هستخدمها. طبعا هلاقي جوه هنا الأدت جيومتري. أنا دلوقتي بتكلم على الأدت فيرتسيز. هاجي هنا أقفل واختار بالأدج. تعال نشوف الأدت أدج بتاعي هشتغل عن بإيه. طيب هلاقي كمان بالنسبة للأدج نفس اللي اتكلمنا عنه للفيرتكس، بس طبعا بدأ يزيد عنها حاجات وحاجات تانية. هلاقي أول حاجة طبعا ده الأدج بتاعي اللي هو السيجمنتس بتاعتي، ده أدج ده أدج وهكذا. فأبدأ برضو أقدر أعمل للأدج بتاعي ريموف بالشكل ده، لكن نفس المشكلة لو جيت عملت له ديليت، فأنا هنا بعمل من الكيبورد فأنا بعمل ديليت كمان للي إيه اللي حواليه من البوليجونز، فبرضو بدلت من الايه ال باك سبيس من الكيبورد بتاعي. نفس الكلام ان انا هاجي انا اعمل هنا كمان هاجي اعمل اكسترود بالشكل ده. مفيش اختلاف ان انا هنا بشوف قيمة الاكسترود بتاعي قد ايه. هاجي هنا هشوف اخر جزء للاكسترود بتاعي هيوصل فين لحد ما يوصل لاخر ادجز بتوصل له. هلاقي كمان ان انا اقدر اعمل تشامفر. لو جينا مسكنا هنا اقدر اعمل تشامفر، بس هلاقي فيه شوية اوبشنز مختلفة. هنا هلاقي ان انا واقفة هنا على الستاندرد تشامفر اللي هو التشامفر عادي الشكل المشطوف العادي بتاعي. هنا انا ممكن ايه ازود مكان التشامفر بتاعي. هنا انا عايزة ازود السيجمنتس الموجودة عندي، فلما اجي ازودها اللي يحصل يبدأ يديني ايه الشكل ده، فبيديهوني ايه يديني سيجمنت على الجزء اللي عندي اللي معمول له تشامفر. ممكن اقدر افتحه واقفله كمان. طب لو انا جيت استخدمت الكوان تشامفر ايه اللي بيحصل عندي؟ هبدا كده
هقدر كمان ان انا اجي على قد زي كده واجي اعمل له تشامفر بين الكورنر زي ده عشان تشوف الباك. هعمل تشامفر هنا لو انا جيت هنا اخترت الستاندرد هلاقي ان هو بيديني الشكل اللي معمول له فيلت هنا، اما لو جينا هنا فهيديني شكل مين الشامفر العادي بس عليه ايه سجن. نفس الكلام لحد ما يقابل اخر مكان دي. انا لو انا عايزة اديله شكل منعم بنعمه بيه. طيب ده كان بالنسبة للشامفر. طب لو انا دلوقتي عندي مشكلة انا عايزة ابدأ ازود سيجمنت، خلاص احنا اتفقنا ان انا اقدر ازاي امسح السيجمنت. طب لو انا عايزة ازود سيجمنت في الجزء ده، عايزة افتح شباك هنا، فخلاص همسك السيجمنت دي كنترول السيجمنت دي وابدأ اعمل لهم كونكت، بياخد التو سيجمنتس اللي عندي وبيزود السيجمنتس بشكل عمودي. هنا اقدر ازود عدد السيجمنتس بتاعتي، هنا انا كمان اقدر ابعدهم او اقربهم، هنا انا ممكن احركهم يمين او اجيبهم شمال. ده لو انا عايزة افتح مثلا شباك، عايزة افتح احط التو سيجمنتس انا، فهمسك التو سيجمنتس اللي انا كنت ماسكاهم دلوقتي واروح اعمل لهم مرة تانية كونكت بالشكل ده اللي انا عايزاه بالشكل ده او ازاي. فانا ايه هبدأ اظبط السيجمنتس بتاعتي بايه بكونكت. يبقى انا بضيف السيجمنتس بتاعتي ازاي بكونكت. بعد كده هقدر استخدم ان ده يبقى بوليجون عادي، وده بوليجون مفيش ايه مشكلة. طبعا عندنا طريقة السلكشن ان انا باجي امسك السيجمنت السلكشن بتاعي، بمسك السلكشن ده وابدأ اعمل نفس الكلام بجرو. تاني حاجة انا اقدر اخد السيجمنت دي واجي اختار واعمل لها لوب. لوب بتاخد السيجمنت زي اللوب السيجمنت بتبقى عمودية على السيجمنت اللي بعدها، بياخدها لي بالشكل ايه الدوران ده. اما لو اخدت السيجمنت دي وعملت رنج فهياخدوها لي ايه رنج حوالين مين السيجمنت، كل السيجمنت هتكون بشكل موازي لبعضهم بالشكل ده. طب لو انا جيت امسك سيجمنت، ممكن اجي امسك السيجمنت دي للسيجمنت دي بايه بشفت، تاخد لي نفس مين الرنج بتاعتي. ده بالنسبة للأدج. لو انا عايزة عملت الأوبجكت ده او وعايزة اخد الأوتلاين الخاص بالشكل البوكس بتاعي ده او الجزء اللي فوق ده، فانا باجي احدد السيجمنتس اللي انا عايزة اخد منها الشكل بتاعي وباجي اقول له create shape from selection، فيجي انا يطلع لي ويندو جديدة بيسألني الكيرف نيم اسمه ايه بسميه، بعد كده الشيب تايب بتاعي سموث ولا لينير. طب انا اكيد انا هختاره لينير، طب ليه مش هختاره سموث؟ لان لو انا جيت عملته انا هنا بيبدأ يختار لي الاول، شايفين الجراد بقت باللون الاخضر. لو جيت حركت ده مسكناه وجيت احركه فادي قال لي مين ده السيجمنت اللي انا حركتها او اللي انا اخدت منها نسخة. ممكن لو انا مش هعرف امسكها فباجي من الفلتر واختار شيبس وامسك الشيب بتاعي، ولو عشان اتأكد ارجع ان انا اشوف ان هو بدأ ايه يدهون بالشكل ده. طيب هرجع مرة تاني هنا، طبعا ارجع الفلتر، هاجي هنا للأدج. لو انا كنت اخترت create shape from selection بس اخترتها smooth هيجيب لي الشكل كله ايه بالمنظر ده. طب لو انا رجعته للاينز بدون ريندرينج هيجيبوني بالشكل ده، هيبدأ يغير لي بشكل مين
السيجمنتس بتاعتي. طيب ده كان بالنسبه لل الادجز. طب هنيجي نتكلم عن البوليجونز. نعدي اسكيب للبوردر مؤقت ودي هنا للبوليجونز. ايه هي البوليجون؟ هو معنى كلمة بوليجون هو اي شيب مقفول بعدد من الاضلاع بتاعتي. طبعا مثلث هيبقى عندي تلات اضلاع، تريانجل، ريكتانجل، بعد اربع اضلاع بيبدأ يتسمى بوليجون. هلاقي هنا مش شرط يكون الشكل بتاعي، ممكن ما يبقاش شكله مدي على مربع او خماسي او سداسي، لا ممكن يبقى اي خمس خطوط مقفولة ببعض بيسمى بوليجون. ابدأ الاقي نفس الكلام ان انا باجي بجرو عادي، بعمل بالجرو نوع السلكشن بتاعي. بعد كده هلاقي عندي الادت بوليجون، هاجي ان انا ممكن الاقي البوليجون بتاعتي هعمل لها اكسترود بالشكل ده. هلاقي حاجة مهمة جدا عندي هنا هي الاكسترود بتاعي جروب ولوكال نورمال وباي بوليجون. طيب ايه الفرق بين الثلاثة؟ هنشوف الفرق بين الثلاثة ايه بس لما نكمل بقيه الاوبشنز اللي موجودة عندي. هلاقي عندي زي ده ممكن اعمل بيفل، بيفل اهو كمية البيفل بتاعي والوايد بتاعه واسع ولا ضيق بتاعي. نفس الكلام باي جروب ولا لوكال نورمال ولا باي بوليجون. هلاقي عندي ان انا في عندي انسيت، انسيت ده بيديني او بيديني اوفست للبوليجونز بتاعتي. ازاي ان انا باجي اعمل انسيت هنا؟ فبيديني الاوتلاين بالشكل ده. طبعا لازم بالنسبه للاديت بولي ما ينفعش الاقي بوليجونز عندي ممسوكه او مرسومه في الفراغ ده كده، لازم تبقى مبسوكه بايه؟ بسيجمنتس ثانيه على الاقل ايه؟ واحد، مش شرط الاربعه بس لازم يكون في واحد. ده بيديني اوتلاين لمين؟ للجزء ده. واجي اعمل له اكسترود هلاقي ان انا ممكن كمان اجي اعمل اوتلاين. اوتلاين لايه؟ هنا بيبدا يغير لي الاوتلاين بتاعي، يبدا يمسك لي السيجمنت دي، سوري البوليجونز دي، وايه كبرها او يصغرها. وطبعا ده لو انا هشتغل عليها بالمنظر ده، لكن مش بتبان فين في الريندر الا لو انا جيت هنا عملنا للبوليجون دي سترود بالشكل ده. بعد كده لو جينا عملنا F4 مفيش باين الجزء اللي حواليها. ده بالنسبة للجزء ده. طيب لو انا جيت هنا عايزة اعمل اكسترود للمجموعة دي للبوليجونز دي، فاجي هنا او اعمل لها بيفل. هنا انا ايه اللي بيحصل؟ كله عمل بيفل مع بعض. ليه؟ لان انا عاملاهم باي ايه؟ بيفل ايه؟ بيفل جروب. طب لو انا عملتها باي بوليجون، يبقى كل بوليجون لوحده بدا ايه؟ يحصل له بيفل لوحده. ده الفرق ما بين لو انا جيت عملت انسيت. نفس الكلام انا بدات اعمل انسيت لمين؟ للشكل كله، تمام. لكن لو جيت عملتها باي بوليجون يبقى كل بوليجون بيتعمل له انسيت على حده. نفس الكلام بالنسبه للاكسترود او سواء باي بوليجون، فانا هقدر استخدم ده لوحده وهكذا. طيب ده كان من الحاجات المهمه بالنسبه للبوليجون. هلاقي عندي في بريدج. طب ايه هو البريدج؟ لو جينا مسكنا ده كده في الفرونت وجيت اخترت نوع سيلكشن اجنور الباك فيسنج، انا عايز اعمل سيلكت ده برسبكتيف. اختار المجموعة دي واخترت اللي قصادها ورا هنا
الولاد كده قصاد بعض. سوري كنترول مش عارف. وجيت عملت للاتنين انسيرت بقيمة معينة. طبعا كل واحدة باي بوليجون. سكت البوليجونز دي وهعمل ما بينهم بريدج. انا كده فتحت مين، عملت انسات وبعدين عملت لهم بريدج ان انا فتحتهم. ايه الفرق بين بريدج وبين ان انا ممكن اجي امسك البوليجون دي واعمل لها انسات؟ مفيش مشكلة صح؟ واجي اعمل لها ديليت. نفس الكلام ايه في الناحية اللي قصاد. الفرق، الفرق ان انا هنا فرغت الشكل ده وشايفة الفراغ ازاي، لكن هنا انا زي نفسك عملت بريدج ايه. انا بقدر افتح الطريقة دي لو افتح بيها شكل او اول حاجة. مهمة كمان، انا لو جيت عايز اقفل الشكل بتاعي ده وانا قفلته بس غلط، بس فتحته غلط وعايز اقفل زي الجزء اللي انا عملته هنا ده وعايزة اقفله، هلاقي هنا عندي بوردر. دي اهم حاجة عندي، ان انا باجي امسك البوردر بتاعي فبيديني اوتلاين، يقولي ان هنا في عندي بوليجون ممسوحة بالغلط، فانا هنا ممكن اقفلها فاعمل لها كاب، اعمل لها كاب يرجع يقفلهولي مرة تانية. لو جينا مسكنا البوردر اللي انا هقدر اعمل له الكاب بتاعي، فانا هنا كده قفلت. طب هنا لا، ليه؟ لان انا هنا ما عملتش ديليت للايه، للبوليجون. طب في حاجة تانية مهمة جدا بالنسبة للبريدج، انا لو جينا مسكنا مسحنا شكل زي مجموعة من البوليجونز زي دي، الشكل ده، وجيت اعمل الكاب بتاعها، هاجي امسك البوردر بتاعي واعمل الكاب بتاعي. طيب تعالوا كده نبدا نقفل الكاب ده. ايه اللي حصل عندي؟ الكاب بتاعي قفل الجزء ده، بس قفله ازاي؟ قفل في نقطه ما بين البوليجون اللي هنا واللي هنا. ليه؟ عشان الضلع اللي عندي مش كامل هنا ومش على مستوى واحد. طب لو جيت انا مسحت مجموعه من البوليجونز هنا، جيت هنا وقمت قايله له كاب بوردر هات هنا، وجيت قفلتها، هيبدا يقفل لي هنا ايه؟ مظبوط. ليه؟ علشان على مستوى كمان واحد، مفيش فرق في الايه، في المستويات بتاعتي. طيب ده كان بالنسبه للبوردر. ارجع تاني للبوليجونز، هلاقي هنا في الادت بولي هلاقي ان ده كده element. طيب وانا عايز اشتغل على التو اوبجكت او الموديلنج دول، هشتغل على الاثنين دولت ازاي؟ لازم ان انا اعمل زي ما اتفقنا اتاتش للاوبجكت بتاعي. زي ان انا عملنا بوكس بالشكل ده، واخدت منه نسخة كوبي وحولت ده لأدب بولبولي. فده عندي كل واحد خواصه لوحده، هلاقي إيه؟ ده مش تبعه خالص، فده element. طب انا عايزة ان التو elements دول يكونوا في أدب بولبولي واحد، بس أدب بولبولي واحد، فبعمل ايه؟ بخش على اي حاجة وباجي ابدأ احولهم لايه، بعمل لهم attach edit geometry وببدأ اعمل attach للنسخة التانية بتاعتي. فهلاقي ان ده كده انا باجي اتحرك الاتنين مع بعض، بس لما باجي edit بedit على كل واحد لوحده، همسك ده هedit عليه ايه لوحده.
طب لو انا ممكن اجي اعمل ما بين الاثنين، امسك البوليجون دي كنترول البوليجون ده واجي اعمل ما بينهم بريدج. هنا انا بدأت اوسط ما بين التو بوليجونز بالبريدج هنا، هلاقي ان موجود عندي جوه البريدج بتاعي مجموعه من الاوبشنز اللي انا ازاي ان انا ابدا ازود السيجمنت على البريدج بتاعي. لو انا عايزه ابدا اتوست الشكل بتاعي ده، لو انا هبدا ازود الفوليوم بتاعي من ناحيه، ولو انا عايزاه يبقى شكله سموثي اكتر ازاي ان انا الف حوالين بعض. ده بالنسبة لحاجة زي البريدج اللي عندي. طيب المطلوب بقى مننا ان احنا عايزين نعمل موديل بالشكل ده للأدت بولي. طب اشتغل ازاي بالأدت بولي؟ هدفنا ان احنا نعمل صورة زي دي. للمطبخ ده، طيب تعالوا نشوف المطبخ ده هنعمله ازاي. هاجي اول حاجة احط بس الصورة دي في الماكس بتاعي، نحافظ على البروبوشنز المطلوبة عندي. ازاي ان انا عايزة اطبق البروجكت ده او الصورة دي بالادت بولي هنشوفه في الفيديو الجاي.